ما أتمناه حقيقة، ما أتمناه أن بودعي يكون قائد الاستجواب منفردا. طبعا هو قدم استجوابه منفردا، وراح نتناقش بعد شوي ونشوف يعني هل هو اللي قدم الاستجواب ولا ما قدمه، بنشوف بعد شوي. أن يتحدث بودعي، هذا ما أتمناه، أن يتحدث بودعي، وطبعا كلكم تدركون فاهم مبدع وملم بالأمور كلها، واضح جدا تاريخه ايش فعله، كل ندواته اللي تناقش فيها عن الدستور واضحة ومعروفة والمامة وإدراك الواسع، ملم بجميع أطراف الموضوع. على اي حال يتحدث جويهل، وإن شاء الله يتحدث عدنان مطوع مؤيدا ويبدع مثل ما بدع في استجواب القلاف، وإن شاء الله يتحدث يكون المتحدث الثاني في استجواب أبو دعي أخونا أبو الريش حسين القلاف أبو صادق إن شاء الله. تخيلوا المنظر، يعني استوت القدر على ثلاث، الله، أبو دعي يستجوب ومؤيدين يتحدثون، مؤيدين اثنين، عدنان المطوع وحسين القلاف. ما أجمل من يوم، أقسم بالله من الأيام التاريخية، والله لا يمكن أنساه ولا يمكن أحد ينساه. راح تشوفون تلقون البدع والاستعراضات، إيه نعم، يعني أبو الريش أو أخونا حسين القلاف راح يروح للاستجواب كله على أنا سويت وأنا جيت وأنا قلت وأنا فعلت، أنا تكرار الأنا عنده، لكن على الأقل بس بيكون في استجواب من أجمل الاستجوابات. كل هذا الذي يحدث أمامكم، يوم أقول لكم قبل شوي بعد شوي بشرح لكم شلون قدم الاستجواب باسم جويهل، شلون قدم الاستجواب باسم جويهل. الاستجواب أساسا بيقدمه كان عبد الحميد دشتي، عبد الحميد دشتي لاعب بايرن ميونخ مبدع، رجل يتكتك، شاف ان السالفه لا والله ما تصلح، شيعي استجوب رئيس الوزراء، شيعي ثاني استجوب وزير الاعلام، كلهم شيوخ ها وكلهم من الذريه، وانا الان شيعي ثالث واستجوب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه، يصير كانه ما ها كلنا يعني ضد هل ضد ابناء الاسره وضد ذريه مبارك، وحنا نتكلم دائما عن الهيبه وما الهيبه والاسره وما الحكم وما يصير. فقالوا خلنا نطعمها بالجويهل، جويهل صار له فتره يصرح بستجوب 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 بستجوب. قبل الاستجواب او مجرد انه اعلن الاستجواب تسرب الخبر عن الاستجواب، ما طلع اسم الجويهل، وبعدين مكتب الجويهل في نفس اليوم نفى انه تقدم استجواب للحمود. قال مكتب الجويهل طلع بيان انه لا غير صحيح ما يتم تداوله، بان محمد نائب محمد الجويهل سيتقدم استجواب الى وزير الداخليه احمد الحمود. بعدها بشوي بعد نص ساعه دخل فيصل الدويسان على الخط واعلن بان محمد الجويهل سيقدم استجواب. الدويسان يدري، محمد الجويهل توه مصرح يقول لا، دويسان يدري وقال بيقدم استجواب وصرح وقال كلمة جميلة، قال استجواب لجويهل يشيب له رأس الياهل، أعتقد أنه قال ياهلي، أنا قرأتها رأس الياهل، يشيب له رأس الياهل، هذه اللي قرأناها. الجويهل إلى الآن ما أعلن، بعدها بشوي تقدم جويهل باستجوابه، بعدها بنص ساعة أعلن أن انضمام الجويهل، انضمام دشتي والجويهل في او تجمع الجويهل ودشتي في استجواب واحد لوزير الداخليه، وطلعت صوره المقدمين الاستجواب وتوقيعها وموجوده عندنا الصوره، جاهزه الصوره يا شباب، هذه الصوره، هذه الصوره، شوف الاسماء، وابو دعي، ابو دعي فوق يعني هو الاساسي، محمد سالم جويهل طبعا ابو دعي، هذا جويهل وهذا دشتي. بعدها بنص ساعة إذن أوكي أستاذنا دشتي، عقب ما طلعت الورقة هذه تسربت وصلت الناس شفناها طلعنا عليها صورتها، دشتي قال لا أنا ما نويها، نفى انضمامه، وقال شنو؟ قال حكمي على الاستجواب بعد سماع وجهتي النظر، يعني قال اني يعني على ابو ان انا ما ادري عن الموضوع، ما لي علاقه بالموضوع، بسمع وش وجهه نظر جويهل، بعدين بسمع وجهه نظر اخونا الوزير وبعدها بقرر، ابدا كانه ما له علاقه بالموضوع. طبعا احنا مشت علينا الامور هذه، تمشي علينا احنا ناس غلابه على قدنا وعلى قد علامنا يعني. بعدها بشوي صرح دشتي، قال استجواب جويهل مفصلي وتاريخي، مفصلي في تاريخ الكويت، استجواب الجويهل هو يقول بسمع وبعدين بحكم، الحين قال لا استجوابه مفصلي،
زموه ابن الحلال الجويهل وشيلوه الاستجواب وشاله وراح.